قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن إن ما قدرتش على نفسك إنك تتصدق، ما عرفتش تقوم بالليل تصلي لك 4-5 ركعات تلحق بيهم نفسك تعمل حاجة، ما عرف، قلت لك من كام يوم بوسي على إيد أمك نفسك ما طوعتكش، قلت لك من كام يوم روح خبط على جار وادي له شنطة ما قدرتش، قلت لك احسن لحماتك ما قدرتيش، قلت لك احسن لزوجتك ما قدرتش، حتى كلمة أنا آسف ما عرفتش تقولها، نفسك ضحكت عليك. يلا بسرعة بقى، ما قدمناش غير آخر حاجة، الصلاة على النبي. كمان اوعى تقول لي مش قادر، ده انت كده تبقى بتعرض نفسك للهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام سهلة اهي، صلي كتير على النبي، من فاته جرى به العمر وأبطأ به العمل فليلزم الصلاة على حضرة النبي. ليه؟ عشان هو الملاس، عشان هي بصلاة واحدة على النبي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك 10 سيئات ويرفعك 10 درجات. ده كمان على قد حجابنا، ده لو ارتفع الحجاب وصليت على النبي صلاة الأحباب على سيد الأحباب لزاب القلب زوبانا، ولرفعك الله رفعة لا منتهى لها ولا حد، لأنك تصلي على من قدره لا يعلم قدره إلا الله. إن ما قدرتش على نفسك إنك تتصدق، ما عرفتش تقوم بالليل تصلي لك 4-5 ركعات تلحق بيهم نفسك تعمل حاجة، ما عرف، قلت لك من كام يوم بوسي على إيد أمك نفسك ما طوعتكش، قلت لك من كام يوم روح خبط على جار وادي له شنطة ما قدرتش، قلت لك احسن لحماتك ما قدرتيش، قلت لك احسن لزوجتك ما قدرتش، حتى كلمة أنا آسف ما عرفتش تقولها، نفسك ضحكت عليك. يلا بسرعة بقى، ما قدمناش غير آخر حاجة، الصلاة على النبي. كمان اوعى تقول لي مش قادر، ده انت كده تبقى بتعرض نفسك للهلاك. النبي عليه الصلاة والسلام سهلة اهي، صلي كتير على النبي، من فاته جرى به العمر وأبطأ به العمل فليلزم الصلاة على حضرة النبي. ليه؟ عشان هو الملاس، عشان هي بصلاة واحدة على النبي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك 10 سيئات ويرفعك 10 درجات. ده كمان على قد حجابنا، ده لو ارتفع الحجاب وصليت على النبي صلاة الأحباب على سيد الأحباب لزاب القلب زوبانا، ولرفعك الله رفعة لا منتهى.